مشاهدين قناة شفتي صباح الخير عليكم، نتمنوا انكم تكونوا كدوزوا الصباح زوين في ثاني ايام رمضان الكريم. كي داز عندكم النهار الاول؟ الحمد لله صراحة الاجواء زوينة، وحتى النهار الاول داز من مزيان. نتمنوا ان شهر رمضان كامل يدوز على خير وبخير. اليوم جينا لاحد الاسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء باش نقربوكم من الاثمنة ديال الطماطم هاد الصباح، وتفاجئنا بالزيادة ديالها بدرهم على الايام على اليومين اللي فاتت. سامعكم السيدي؟ السلام عليكم. شحال صابحة مطيشات الصباح؟ 120 7 دراهم. 7 دراهم، شحال كانت قبل؟ 120. كانت 120، اليوم صباحة 7 دراهم، زاد درهم عليها. وبالنسبة للطوماط عندهم 140. يعني مشاهدينا مطيشة من الحوايج اللي كنستعملوهم بزاف بزاف في رمضان. نشوفوا قرب السيد. هادي ولكن راه كاينه الجوده الصراحه. بالنسبه للجوده راه كاينه، ولكن الثمن راه مرتفع. بالنسبه لهاد المطيشه كتبان لي شويه طيبه. هادي سكاره. نقول لها بزيت العوده. ياك شحال الثمن ديالها؟ نفس الثمن، يعني حتى هي 140. يعني الصراحه هادشي كيألم انك نشوفوا طماطم، لا طوماط سيريز، لا مطيشه العاديه، لا البكرتية، عندهم نفس الثمن. الثمن ديالهم هو 7 دراهم، من بعد ما كانت 5 دراهم طلعت لهم الثمن ديالها هو 7 دراهم. نتمنوا ان هاد الزيت تنخفض. احسن ما كاين في مطيشه. يعني كاينين مطيشه اللي كيكون الكاليتي ديالها ناقصه ولكن اقل، ولكن على حسب الجوده. على حسب الجوده، ولكن هاد المطيشه اسمع احسن ما كاين. طوب طوب ديال المطيشه من المارشي، من المارشي دبرا، وسميتو كاينه مطيشه شويه بينو بينك، كاينه من 80 حتى 120 بينو بينك. واحسن ما كاين هي اللي كنجيب انا تقريبا 7 دراهم، نقدر من بعد الا ما تهزاتش ليا نقدر ندير 6 دراهم على حسب كليان. كليان شويه لكن الدنيا شويه ناقصه. نضطر ندير مواطن الترويج هو اللي كتجي، نضطر ندير 120، الا ما تهزاتش ليا 140 نضطر ندير 120. من عندك واخا غتضيع فيها انت غدير تخلي الثمن ديالك. لا ما عنديش، نقدر نجيب فلوس يعني ما غتربح ما غتنقص. ما نجي هو هذاك مقاد، فهمت؟ والصراحه باقي كنشوفوا في الباعه هذا الروح الانسانيه ديال انهم كيبغيو انهم يتضامنوا مع المواطنين. هذا السيد حنا كنجيو عنده مرارا وتكرارا، كنلقاو باللي عنده الكليان ديال كل نهار اللي كيجيو عنده، وهو كيقول باللي الا زعما الناس ما قدروش انهم ياخذوا الطماطم 7 دراهم هو قادر انه ينقص لهم هذيك الدرهم اللي تزادت باش ما يخسرش الكليان ديالو. وهذه مبادره زوينه من عنده، الله يكثر خيره المبارك. بالنسبه بحال دابا في الاسواق فاش كيبدل في الاخر ديال النهار ما كتنقصش الثمن ديال الخضره، كيبقى هو هو. بالنسبه لي دابا انا كنهضرك على راسي، انا بالنسبه لي دابا ملي كتعزل ضروري كنضطر دابا بحال دابا بحال هادي بحال هاد الشكل هذا، دابا غنضطر نبيعو ب5 دراهم في الاخر ديال السوق. يعني كتبدا حتى هما باش يعطونا السلعه مقاده. كتكون توجيها شكل وكتكون مروس الشكل و باللغه ديال 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 العصر، الغش الغش. اذا انت حنا كنمشيو على حسب اثمنه، كنمشيو على حسب الجوده. الاول تتبدا 140 تتنقص تعزل شويه دير 6 دراهم تعزل شويه تدير 100 درهم، تقدر عاوتاني تبقى لك خضار تقدر دير لها 80 ولا 60. تبارك الله عليك. الطماطم كتمشى يعني ما كترجعش السلعه، ولا كل نهار كتجيب السلعه ديال السيمانه؟ كل نهار ورزقه. كاين نهار كتبيع فيه 6 صناد، كاين نهار كتبيع فيه 10، كاين بحال السبت الحد تبيع لك 15 صندوق 20. كيكون شويه السوق محرك السبت الحد، تيكون الناس مريحين. ايوا داك الشيء على حسب الناس، تجيب ديال الناس. كان الموجود راه كيجيو يتقداو، ما كانش الموجود راه كيكون البيع شويه ناقص. وبالنسبه للنهار الاول كان بالنسبه للنهار الاول قبل رمضان، يومين قبل رمضان كان الرواج. النهار الاول شويه، اليوم العلم لله. شوف انت قلبك زوين وكيبغي تعاون مع الناس، فربي ما غاديش يخيبك، وان شاء الله غيكون عليك واحد الاقبال اللي كبير كبير بزاف. وحنا كنشهدوا على الجوده اللي عندك الصراحه. عنده فيما كنجيو كنلقاو عنده السلعه
مقادها، عنده جوده اللي زوينه بزاف، وحتى الكليان ديالو راه كيجيو كيعيطوا ليه بالاسم ديالو. فالحمد لله الحمد لله منين باقي عندنا ناس بحال هكا. فإلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية هذا البث المباشر. كما شفتوا معنا فالطماطم زادت بدرهم، نتمنوا انها الثمن ديالها يرجع ينخفض في اقرب وقت ممكن. السلام عليكم، نعاودوا نتلاقاو معكم في بث مباشر جديد.